السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعاً. اليوم نتطرق إلى موضوع مهم جداً يخص كل كيميائي، كتابة الرموز الكيميائية بصورة صحيحة، كتابة المعادلات الكيميائية. للأسف بعض الطلبة يصل إلى مرحلة التخرج ومرحلة كتابة مشروع البحث أو حتى بعد التخرج ويكتب المعادلة الكيميائية بصورة خاطئة. طلابنا الأعزاء، الموضوع جداً خطير، الموضوع لا يتحمل السكوت عنه مطلقاً. كيف نكتب المعادلة الكيميائية؟ مبدئياً لغة الكيمياء هي المعادلات. أنت تصف التفاعل الكيميائي، تصف تغير الحالة، تصف النواتج، تصف المتفاعلات بالمعادلة الكيميائية. المعادلة الكيميائية تتكون من ماذا؟ من عناصر تدخل في التفاعل. العناصر موجودة في الجدول الدوري. هذا الجدول اللي أمامنا طلابنا الأعزاء، إخوتي وأخواتي، هذا يمثل الألفابتيك للانجويج أوف كيمستري، يعني هذا يمثل الأبجدية للغة الكيمياء. اللغة الإنجليزية لديها حروف، اللغة العربية لديها حروف، اللغة الألمانية لديها حروف خاصة بها، اللغة الهندية لديها حروف خاصة بها. الكيمياء هذه هي لغة الكيمياء أمامكم، هذه هي الحروف. طلابنا، من غير الممكن إيصال الفكرة بصورة صحيحة عند كتابة الرموز بصورة خاطئة. مثلا الهيدروجين، هنا يجب أن يكون كابيتال لتر الهيدروجين. الليثيوم، عنصر الليثيوم، الـ L كابيتال لتر والـ I سمول لتر. الصوديوم الـ N كابيتال والـ A سمول. البوتاسيوم يجب أن يكون كابيتال لتر، حرف واحد. الربديوم كابيتال الـ R والـ B سمول. كذلك الحال للسيزيوم، كابيتال سمول لتر. الفرانسيوم كابيتال لتر سمول لتر. الطلاب أغلب الأحيان يكتبون الرموز كما يحلو لهم، صراحة يكتبون الرموز كما يحلو لهم، وأنا لا أتسامح مع ذلك نهائيا، لأنه الخطأ خطأ والصحيح صحيح، فهذا حق. في بعض الأحيان مثلا الأكسجين، هنا دعنا لحظة، الأكسجين هنا كابيتال لتر أو كابيتال لتر، ليست سمول لتر. الآن هنا كابيتال لتر، الكربون هنا كابيتال لتر، البي كابيتال لتر. بعض الأحيان عندما الطالب يريد أن يكتب السي أو الكربون مونوكسيد أو الكربونايل كربون مونوكسيد، يكتب سي كابيتال المفروض والأو أيضا كابيتال، لأجل أن يصف أنه ارتباط ذرة كربون واحدة مع ذرة أكسجين واحدة. أغلب الأحيان يكتب السي كابيتال والأو سمول لتر، يصير كابيتال سي والأو سمول لتر. هذا يقودنا إلى رمز الكوبالت، لن يكون بعد الكربون مونوكسيد، سيكون الكوبالت. طلابنا انتبهوا لهذا الموضوع رجاء. كذلك الحال مثلا البي أو، البي أو مثلا فوسفور واحدة والأكسجين واحدة، مثلا بي أو 3 أو بي أو 4، 1 فوسفور أتوم 4 أكسجين أتومز، مثلا 4 أوكسايدز أو 3 أوكسايدز. من تكتب الـ P كابيتال والـ O كابيتال نفتهم أنه أكسجين مرتبط مع الفوسفور، فوسفور مع الأكسجين. عندما تكتب الـ P كابيتال والـ O سمول لتر، أنت عن غير قصد كتبت رمز البولونيوم، يعني الـ PO هنا رقم 3 و 4 يصير كأنما 3 ذرات من البولونيوم، يصير عندك كلاستر مثلا. أيضا الألمنيوم، دائما الطلاب يكتب الالومنيوم كابيتال لتر، الاي كابيتال والال ايضا كابيتال، كابيتال بكابيتال، كانما اخترع الطالب اخترع عنصر جديد وهو غير موجود في الجدول الدوري. مثلا التيتانيوم التي اي، هذا يكون كابيتال بسمول لتر. الثاليوم هنا كابيتال بكابيتال لتر، اذا تلاحظون طلابنا هذا كابيتال وهذا كابيتال، هذا الثاليوم، هذا التيتانيوم كابيتال بسمول لتر. اليتريوم كابيتال، الزرغونيوم كابيتال سمول، نبديوم كابيتال سمول، كابيتال سمول. اغلب العناصر الكيميائيه، اغلب العناصر الكيميائيه تكون كابيتال سمول لتر، كابيتال سمول لتر، باستثناء عنصر الثاليوم هذا اللي امامنا يكون كابيتال لتر كابيتال لتر، لا يوجد غيره في الجدول الدوري الى الان، لا يوجد غيره في الجدول الدوري. هذه العناصر كلها جميعها امامنا، العنصر الاول ينكتب كابيتال لتر، عفوا اللتر الاول من الانصر من السمبل ينكتب كابيتال لتر، اذا يوجد لتر ثاني ينكتب سمول لتر. طلاب انتبهوا لهذا الموضوع، انا لا اتسامح مع ذلك نهائيا، وساريكم بعض الامثله. بعض الطلبه يقول انه ياخذ وقت طويل مثلا لانجاز الكتابه. اخي الطالب او الطالبه، انت لديك 3 ساعات في الامتحان، انت لديك 3 ساعات في الامتحان، ولديك حياتك كلها خارج الامتحان، بالامكان ان تتمرن تحسن خطك على الأقل لكتابة المعادلات بصورة صحيحة. اللي أمامكم حاليا بخط يدي، ليس أفضل خط يد بالعالم، ليس أفضل خط يد بالعالم،
ولكن أحاول أن أوصل الفكرة للطالب. إذا نأتي إلى ملاحظة capital letter, capital small letter, capital small letter, capital letter, capital small, capital small, capital small, okay, capital small, وهكذا كل العناصر. اللي نعاني منه دائما نحن كتدريسين, يزعجني جدا, يزعجني جدا أن يكون طالب في مرحلة دراسية متقدمة, مرحلة ثالثة أو رابعة, في امتحان يومي, في امتحان شهري, في اختبار كويز, في المختبر, في نقاش علمي, يكتب الرموز بهذه الصيغة اللي أمامكم. مثلا هيدروكلوريك أسيد, ال H يأتي من هنا, ال CL, ال C يجب أن تكون كابيتال, وال L سمول لتر بهذا الشكل بالضبط, HCl, HCl يجب أن يكون بهذا الشكل. الطلاب لمدة 10 سنوات, أنا في الجامعة, في الحياة الجامعية في العراق على الأقل, ال H كابيتال لتر, ال سمول, ال C سمول لتر, ترجع ال L الثانية سمول لتر, يكتب ليها بهذه الصيغة. عندما أرى صراحة المعادلة وإن كانت يعني مكتوبة وموزونة, ولكن أرى التعبير عن الرموز بهذه الصيغة مباشرة أعطي صفر للطالب بدون تفاهم, لأنه هذا هنا خطأ, ما يقبل المجامل, الصواب صواب والخطأ خطأ. الـ NaOH, الـ N capital, الـ A small, الـ O capital, الـ H capital, يكتبوا لي بعض الطلبة بهذه الصيغة, هذا مباشرة أعطيه خطأ, ما أتقبله نهائيا, لأنه لا يوجد في الجدول الدوري اللي أمامنا حاليا, لا يوجد O small letter عدا المولبدينوم هنا, المولبدينوم, الـ M capital والـ O small letter هنا, لأنه رمز مولبدينوم, هذا فلز. أوكي, هنا الطلاب 90% 80% يكتبون بهذا الصيغة مباشرة بدون تفاهم, أعطي صفر للطالب. الـ H2O هذه هيدروجين اثنان والأكسجين واحدة, تكتب بهذا الصيغة. لاحظ عزيز الطالب, ابني وولدي, التو يجب أن تكون تحت السطر, ليست في مستوى السطر, يجب أن تكون تحت السطر, H2O يجب أن تكون بهذا الصيغة. الطالب شيء عنده لي بالامتحانات دائما H2 والO صغيرة دائما تصير تحت السطر, مع تحت السطر, هذه كأنما أنا أقراها H20, هذه H20 كأنما 20 ذرة هيدروجين. أنا أعرف أنه الطالب يقصد H2O, ولكن تعبيره كتابته خطأ, هنا ما درس أنا مع الطالب نهائياً, هذا يعطى صفر. الـ H2SO4, الـ H2SO4, الـ H capital, الـ 2 لازم يصير sub تحت الصدر, الـ S capital, الـ O capital, لاحظ الـ O حجمه بقدر الـ S وبقدر الـ H, الـ 4 يكتب جوا, الطلاب فيه سووا يكتبوا بهذه الصيغة, أيضاً هذا غير مقبول نهائياً, خاطئ, العلم خاطئ, لأنه هذا الجدول الدوري لا يوجد فيه رمز الأكسجين small letter, لا يوجد فيه رمز الأكسجين small letter. الـ H3PO4 هذا مثال آخر, H capital الـ 3 تحت الـ sub السير يعني تحت السطر, الـ P capital, الـ O capital, الـ 4 السير sub, طلاب شي كتبون H 3 P, الـ O السير small letter والـ 4 السير sub, أيضا هذا مو صحيح نهائيا. الـ H3PO3 نفس الحالة, الـ NACL, هذه بعض الأمثلة يعني خلال تدريسنا لعدة سنوات, هاي شائعة جداً عند الطلاب, الـ N capital letter, الـ A small letter, الـ C small letter والـ L small letter, هذا NACL sodium chloride, أيضاً هذا خاطئ. هنا أنا هذه دائماً طلاب دائماً أختبرهم في الامتحانات اليومية عندما كانت الأوضاع طبيعية, 3-4 معادلات أعطيهم في بداية السنة الدراسية بين مدة ومدة, أشوف شنو وضعهم العلمي. مثلاً CH3, C يكتب لي O, O بهذه الصيغة H, وراح أشوفكم إياها يعني هسه عند السلايدات القادمة بعض الأمثلة من الطلاب كتابة اليد الطالب, هذا هنا خطأ, لأنه CO هذه كأنما أصبح مشابه للكوبالت, كأنما أصبح مشابه للكوبالت, إذا تلاحظ يجب أن تكون C O capital بحجم الكربون بالضبط, بحجم الهيدروجين, بحجم الكربون, بحجم الهيدروجين, CO O H يجب أن تكون بهذه الصيغة, يجب أن تكون, والنمبر يكون سطر, يكون تحت السطر. NH3, NH4 يجب أن تكون كابيتال كابيتال, الحجوم متساوية. الـ OH دائما, الـ OH الطلاب يكتبوه بهذه الصيغة دائما, الـ O small والـ H capital يحطوا عليه إشارة سالب, هذا خاطئ طلابنا, لازم الـ O capital لأنه الـ O في الجدول الدوري كابيتال ليست small. ZNO يكتب بهذه الصيغة باللون الأسود, باللون الأحمر إذا تلاحظون ZN والـ O صير small letter هنا, أيضا هذا يعطى صفر. AL2O3 aluminum oxide, A
L، بعض الأحيان ال L يسوي لي إياها كابيتال، يعني I كابيتال وال L كابيتال أيضا، ويحط السب والرقم، وال O يسوي لي سمول لتر ويضيف ال 3. كأنما يخترع الطالب من يقعد يكتب، يخترع الطالب جدول دوري ومعادلات كيميائية ورموز خاصة به، كأنما وصلنا إلى هذه المرحلة من العلم. ال N A أي ال O2، ال N A ال O2 يكتب بهذه الصيغة. الفرق رح تشوفكم طلابنا الأعزاء، الكربونيل سي او كابيتال كابيتال يصير كربونيل، السي ذا كابيتال والاو سمول لتر يصير كوبالت. طلابنا انتبهوا جدا، اوكي هذا مثالي امامكم خطير، تتمرن عليه شوي شوي ما يطول عندك نهائيا. انت ايدك بعد ما تقدر تاخذ تكتب بهذا الصيغه الخاطئ نهائيا، انت بعد ما تقدر تتقبل، لا نظرك يسمح انه تشوف معادله خاطئه ولا يدك تكتب بصوره خاطئه، يجب ان تتعلم طلابنا. هذه احدى الامثله من الطلبه المرحله الثانيه، الزت كابيتال، الان سمول لتر، الاو كابيتال جيد لانه انا منبههم على هذه العام الماضي بالمرحله الاولى. هنا اذا تلاحظون 2 H اوكي، السي شلون كاتب لي اياها هنا سمول لتر، يجب ان تكون كابيتال لتر، يجب ان تكون بهذه الصيغه، تلاحظون شلون يجب ان تكون بهذه الصيغه. الطالب او الطالبه كتبها بهذه الصيغه، هنا انا سهم، هذه المفروض زت ان، السي ايضا رجعنا سوري سمول لتر اتش 2. اذا تلاحظون هنا الطالب كتب او سمول لتر ولكن يعرف انه انا اعطيه صفر، رجع سواها كابيتال لتر هنا. اوكي في كل الاحوال هاي المعادله خاطئه، لم تكن صحيحه لانه السي كانت سمول لتر هنا، لو كانت السي كابيتال، السي كابيتال ياخذ درجه كامله. نشوف المعادلات البقيه لا توجد فيها مشكله، الزت كابيتال، الان سمول لتر، الاو كابيتال زائدا 2، الان كابيتال تمشي ما عندي مشكله بها، الان الاي سمول لتر. شوف الاو هنا بالبدايه كتبها سمول لتر الطالب والطالبه، ومن ثم تذكر انه انا حاسب رجع سواها يعني نوعا ما كابيتال تمشي. الهيتش هنا كابيتال، ان اي 2 زد ان او 2 اتش 2 او، لاحظ الاو فرق هذه حجم الاو عن هذه الاو، كيف فرق بيناتهم؟ لان الطالب يعرف اني حاسبه، رجع هذه هسه صحيحه اخذ درجه كامله عندي. المعادله اللي بعدها كذلك، اي ال هنا ال سمول لتر، اي كابيتال لتر المفروض تكون اكبر ولكن لا مشكله، 2 او 3 اتش 2 سب اس او هنا كبيره 4 اي ال 2 اس او 4.3، لاحظ الاتش 2 او شلون كتبها بصوره صحيحه ما عندي مشكله. هنا هذه اربع معادلات بسبب السي ال، بسبب السي ال من العداله ان لا ياخذ درجه، ولكن ثلاثه معادلات اخرى صحيحه لا توجد فيها مشكله. بغض النظر عن هذا الموضوع يعني افتهمت انه الطالب او الطالبه ادرك انه اخطا وكان يكتب في قلم حبر لا يمكن مسحه، صحح خطا ما عنده مشكله به امشي به. لو نلاحظ هذا المثال الاخر نفس الحاله، الطلاب زد ان او هنا سمول لتر، رجع استذكر انه انا حاسب على هذا الموضوع انطي صفر، فرجع سوالها او كابيتال لتر زائدا 2H، اذا تلاحظ هنا السي بصوره صحيحه، سي كابيتال والال بصوره صحيحه سمول زد ان سي ال 2 اتش 2 او، هاي المعادله صحيحه، هذه المعادله ايضا صحيحه لا توجد فيها مشكله، المعادله الثالثه صحيحه والمعادله الرابعه صحيحه لا توجد فيها اي مشكله. الاو كابيتال، الالومنيوم اي ال سمول لتر سمول لتر، الان اي كابيتال وسمول، ما عندنا اي مشكله هنا. انا ارتاح من اشوف هيك كتابه لطالب لانه ادرك ووصل الى مرحله الاتقان، اكون سعيد اصلا بهذا الموضوع. لنرى هذا الطالب او الطالبه، الله اعلم من هو. لاحظوا هنا، لاحظ الفرق بين الكتابه هذه مثلا الزت ان او، ولاحظ الزت ان او هنا. اسوي لها زت كابيتال، الان لا اعرف هل هي اي، لا اعرف هل هي ار، لا اعرف هل هي ان، ماكو مشكله. هذه الاو او 6 هذه او او 6. زين. اذا نفترضها او، هل هي سمول لتر ولا كابيتال لتر؟ هذه هي سمول لتر وليست كابيتال لتر. هذه من اول بدايه. اذا لاحظ HCl هيدروكلوريك اسيد، خلينا نقول انه صحيح، لاحظ الكلورايد هنا شلون كاتب لي الطالب. السي كابيتال، ال هنا مسويها كابيتال. عاد جزيئه الماء ال H2O اذا تلاحظ هنا عفوا كتبها سمول لتر ومن ثم استذكر اكو محاسبه رجع سواها كابيتال لتر هنا. بكل الاحوال هذه المعادله ما ياخذ عليها اي شيء الطالب عندي، لماذا؟ ال L هنا كابيتال لتر هذا غير مسموح به نهائيا خطا. ال O هنا سمول لتر غير مسموح به نهائيا، المعادله خاطئه.
اما ابيض او اسود، لا يوجد غير ذلك في العلم. الزيت انا هنا اذا تلاحظ مره ثانيه الاوسمولتر لا ياخذ عليه شيء من البدايه، وهنا ايضا كرر الموضوع اذا تلاحظون هذا اللي اقصده دائما. لا يوجد الاكسجين، لا يوجد سمولتر، يجب ان يكون كابيتال لتر الاوكسايد. اذا كان اوكسايد بير اوكسايد او سوبر اوكسايد، هنا أنا كانما NA2 ZN ما لا اقول 0 02 او O2 ما يعني لا تقرا ابد لا تقرا، يجب ان تكون الاو كابيتال لتر هنا. لاحظوا لي هنا ال H2O هذا اقول عليكم دائما اقوله لكم ال H كابيتال، ال 2 لازم يصير سب، والاو ايضا يجب ان تكون كابيتال بهذه الصيغه. مثلا هذا زميله او زميلته الله اعلم، هذا ايضا زميله، لاحظوا الفرق بين هذه وبين هذه. هذه الفروق الفرديه طلابنا الاعزاء. الطلبه بعض الطلبه يقول ما بها شيء، هذا خاطئ طلابنا. احنا اما نعمل بصوره صحيحه او لا نعمل نهائيا، نجامل الطالب ووصلنا الى حد المجامله انه نقبل الخطا ونسير على الخطا، هذا غير مقبول نهائيا. اذا كان المجتمع خاطئ والسياق العام خاطئ لا يمكن ان نتاثر به انا او انتم، انا اكون على صواب دائما على العموم. هنا AL2O3 ايضا لاحظون هنا اي كبير كابيتال سمول لتر 2، الاو هنا سمول لتر، هنا ايضا الاو، هنا الاو، لاحظوا هنا الاو. حتى الطالب ما تكلف العناء، هو الامتحان اوبن بوك والجواب امامه في المحاضرات في فصل مؤلف. يعني بيسك بيهيفير اسيدك بيهيفير، هنا ايش كتب بار، هنا كتب اك، البار هذا كانما يقول لماذا باريوم مثلا او بيسك، لماذا لم تكتب؟ يعني انت واجبك انه تمتحن وتصل الجواب، لماذا هذا العجز؟ لماذا الاي سي هذا مثلا يجب ان يقول اسيدك بيهيفير، لماذا لا يكتب ذلك؟ هذا حال الطلبه، هذا حال الطلبه. زين اللي امامكم حاليا بعض الامثله، يعني المعادلات هذه الاربعه نفسها، هذا خط طالب او طالبه، خط طالب او طالبه لا استذكر ذلك، هذا خط يدي، خط طالب او طالبه ايضا لا استذكر، هذا هنا هذا خط يدي، لا تلاحظون طلابنا لم تاخذ مني دقيقه واحده هذه الاربع معادلات. الزد كابيتال ان سمول، الاو كابيتال لاحظوا حجمها يجب ان تكون واضحه للعيان، 2HCl ZnCl2H2O نفس الحاله، السب مرتب يكون تحت الخط، الاتش كابيتال، الاس كابيتال، الاو كابيتال، اينما يكون الكابيتال تكتب كابيتال، اما يكون سمول لتر تكتب سمول لتر. خذ وقتك في الاجابه، انت لديك 3 ساعات او ساعتين، اعطي الاجابه بافضل صيغه للحصول على اكثر درجه ممكنه. مثلا هذا الطالب اللي امامكم او الطالب الله اعلم، يعني من هذه الكتابه ومن هذا العجز انه حتى يكتب كلمه البيسك بيهيفير والاسيدك بيهيفير، هل هذا الطالب يبحث عن درجه كامله؟ الجواب سأترك لكم. بينما لاحظ الطالب اللي قبله مثلا حتى الستيتس للفيس كاتب لي اياها، هذا صلب اكويس، ليس جميعها ولكن على الاقل المفروض هذا يكتب هذا اكويس، هذا يكتب لي مثلا اكويس، هذا يكتب ليكويد، على الاقل بيحاول يدرج، يعني الطالب او طالبه يحاول يدرج يكتب اكثر المعلومات ليحصل على اعلى درجه. اوكي هنا مثلا الطالب او الطالبه هنا صح عنده معادله واحده خاطئه ولكن الكتابه واضحه، لم يدرج الستيتس التفاصيل. انا احب جدا التفاصيل، مثلا هذا صلب، هذا يجب ان يكتب اكويس، هذا يجب ان يكتب اكويس، هذا ليكويد، وهنا لازم ايش يكتب لي هنا مثلا بيسك بيهيفير، هنا يكتب لي اسيدك بيهيفير، يحط لي هاي التفاصيل على مود يحصل درجه كامله. بعض الاحيان الطالب يقول انا كتبت المعادلات صحيحه اربعه ولكن لم اخذ 10 من 10، اخذت مثلا 7 من 10. اقول له نعم صحيح انت كتبت معادلات كامله ولكن جوابك ليس كامل، مثلا لم تدرج الحاله هنا الاس الريبريزنتيف اوف ذا فيز، يعني الممثل كيف يتمثل لك الطور، هل هو صلب سائل، هل هو في محلول مائي، هل هو حاله غازيه، وايضا تفاصيلها هنا مثلا الايسك بيهيفير، الاسيدك بيهيفير او البيسك بيهيفير، هذا كله لم يدرج. مثلا هذه المعادله في امامكم، انا وضعت هذا مثال امامكم، مثلا هنا يجب ان اكتب صلب اكويس اكويس ليكويد، صلب اكويس اكويس ليكويد، ليكويد ليكويد، اكويس 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 اكويس، صلب صلب، مثلا هذه الامور كلها يجب ان اكتبها، ويجب ان هنا اكتب
بيسك بيهيفير وهنا اسيدك بيهيفير وهنا ايضا بيسك بيهيفير وهنا اسيدك بيهيفير. هذه الامور كلها من اكتبها استحق درجه كامله 10 من 10 مثلا. ولكن اذا اكتب بهذه الصيغه من العداله ان لا تتساوى مع من يكتب جميع التفاصيل. اللي كتب جميع التفاصيل بصوره واضحه وبخط واضح يستحق 10 درجات. اللي كتب بهذه الصيغه اللي امامكم مثلا انا تعمدت كتابتها بهذه الصيغه يستحق 7 من 10 او 6 من 10 ليس درجه كامله، لانه لم يعطي التفاصيل كما موجوده في المنهج الذي اعطي له او درسه. على العموم المعادلات اخرى مثلا الامن او 4 اشاره ماينس، لاحظ الام كابيتال ان سمول، الاو كابيتال، الفور نوت سيف سب، الاشاره السالبه امن او 4 ايضا امن او 2 امن 2 او 3 امن او اتش باي 2 امن، لاحظ الاو اتش شلون كتب طلابنا الاو كابيتال والهيج كابيتال. اوكي هنا من الكوبالت اللي امامكم سي او، هذا كوبالت وليس كربونال. يعني مثلا لم يصدف ان كتب احد مثلا ولكن مثلا شيء مقارب لهذا دائما، يعني مثلا اذا PO3 PO4 CO2 CO3 CH3 COOH يكتب بهذا الصيغه دائما، يصير الحرف الاول كابيتال والباقي كله يصير سمول لتر. هذا خطا طلابنا ما اتسامح به نهائيا ما اتسامح، لانه اما نعمل بما يرضي الضمير وبما يرضي الله سبحانه وتعالى او لا نعمل نهائيا. فانتم اذا ما منتبهين على الموضوع سابقا، اذا التدريس اللي درسكم ما يعرف ما عنده هالمعلومه حاليا صار عندكم الخبر. وهذا المقطع موجه للمرحله الاولى والثانيه والثالثه ولاي كيميائي موجود في قسم العلوم الكيمياء، لمصلحتك انت، لاتقان عملك، لابراز شخصيتك العلميه، يجب ان تعبر عن المعادله الكيميائي او المعادلات بافضل صوره ممكنه. نعود الى هذا الموضوع، اخر مثال السي او هنا H2O by 6، لاحظ كابيتال سمول كابيتال سب كابيتال سب CNH3 6NH3 سوري كوبالت substituted reaction NH3 by 6 6H2O. لاحظ ال H2O كيف تكتب H كابيتال 2 سب وال O كابيتال، لاحظ فرق بين هذه ال H2O ولاحظ الفرق بين هذا ال H2O. هنا مثال آخر أيضا أحد الطلاب أو الطالبات الله أعلم من هو، لاحظوا هنا أخبركم به مثلا Z الآن الأو هنا كيف هي، هذه لا أعلم هل هي كابيتال لتر أو سمول لتر. لاحظوا الآن سمول لتر، الأو هل هي كابيتال أو سمول، يعني صار كأنما كلمة نو كلا. أوكي تو هذا الـ H، لاحظوا السي شلون كاتبيها مثلا سمول لتر والإل هنا كابيتال لتر. طلابنا رجاء لا حد ليقول تمشي عندنا متعودين عليها، اللي متعلميه سابقا اذا ما منتبهين هذا الموضوع يا اخواني يا اخواتي يا قرة عيني خطا اللي متعلميه خطا يا اخوان. حتى تدريسين والله وبالله انا مسؤول عن كلامي، تدريسين في الجامعه انا اراهم يكتبون المعادلات أسوأ من هذه اللي امامكم تعتبر مقدسه بالنسبه اللي يكتبوها بعض التدريسين، لانه لا يفهم ماذا يعمل وأنا مسؤول عن كلامي. الـ H2O لاحظوا هنا شلون كاتبها الطالب أو الطالب الله أعلم، الـ H capital الـ 2 sub والـ O هنا small letter. لاحظوا يعني هل هذا H2O بضمائركم؟ هل هذا H2O؟ زين شنو الفرق بين هذه وهذه؟ يعني هذه الـ O صغيرة، لماذا هنا كبرت قليلا مثلا؟ هنا رجعت صغرت، هنا رجعت كبرت، هنا رجعت كبرت، الله أعلم يعني ما هذا؟ الـ NaOH الان كابيتال الاي سمول لتر الاو هنا سمول لتر، لماذا؟ هل يوجد اكسجين في الجدول الدوري؟ هذا الجدول الدوري اللي امامكم تعمدت ان اضعه في الصفحه الاولى هنا، هل يوجد اكسجين سمول لتر ولا كابيتال لتر؟ اللي امامكم هنا كابيتال لتر، كيف تحويلها الى سمول لتر؟ لماذا؟ اترككم مع هذه الشرائح لاعاده النظر، واتمنى طلابنا الاعزاء كل طالب او طالبه يكون حريص ودقيق في كتابة الرموز الكيميائية، تدربوا عليها لأن هذه اختصاصكم. الرياضيات لغتهم الأرقام، اللغة الإنجليزية الحروف اللغة الإنجليزية، اللغة العربية اللغة العربية، الكيمياء هذه هي لغتنا طلابنا. يجب أن تتكلم وتوصل الفكرة بصورة صحيحة. لا أريد أن أطال عليكم أكثر، أتمنى التنبه لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.